ننتقل إلى الكويت. أول شيء نبارك للكويت أميرها الأمير مشعل الأحمد جابر الصباح. نعم. أنت كنت تنبأتي بإطلالتك الأخيرة معي بأنه تنكس الأعلام بفقدان أمير الكويت السابق. نعم. الله يرحم. تفضلي الكويت. تقدم من دولة الكويت الشقيقة شعبا وقيادات بأصدق التهنئة القلبية والمباركة الصادقة بتعيين سمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح أميرا للكويت. وفي هذا التوقع الخاص جدا أقول لشعب الكويت العزيز، لقد جاءكم الفرج، فانتظروا بوادر وأبواب هذا الفرج في الأشهر الأولى من سنة 2024 على يد الأمير مشعل الأحمد الصباح. والبداية ستكون من خلال حصول نفضة غير مسبوقة في كل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في دولة الكويت. وسيضع الأمير مشعل الأحمد الصباح الكويت ومصالح الشعب الكويتي أولا فوق كل اعتبار أو مصالح الخاصة. وأول قرار سيصدر في هذا المجال عن الأمير مشعل سيصدم ويفاجئ كل الكويتيين سواء من الشعب أو من المسؤولين، وسنرى دعم وتأييد كبير وخاصة من الوسائل الإعلامية لهذا القرار الكبير. وكل المطلوب من سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصباح ليصل بالكويت إلى القمة هو شيء واحد فقط لا غير، وهو الشيء سيحتاج إلى الحكمة والجرأة والتغيير لأنه حساس وكبير، وهنا المفاجأة. ولذلك سيصبح دور المرأة الكويتية في عهد الأمير مشعل وحكم الكويت دورا بارزا وفاعلا سواء على الحكومة نشان أو في المناصب الأمامية المهمة داخل أو خارج الكويت. أرى الأمير مشعل الأحمد الصباح بيفتح أبواب السجون أمام السجناء المظلومين في أحكام سابقة من خلال إصدار قرار بالعفو والإفراج. كما أرى الأمير يكلف لجنة حقوقية خاصة لمتابعة مشكلة البدون في الكويت حتى يتم إعطائهم كل الحقوق الكاملة وبدون أي تمييز. وأرى في المرحلة المقبلة أن مشكلة البدون على يد الأمير مشعل ستصل إلى خواتيم ناجحة ولافتة. نشوف المرأة الكويتية وزيرة، نشوفها سفيرة، نشوف معظم البرلمان بالكويت من النساء. أصلاً الكويت رائدة ليلى في تعزيز وتمكين المرأة. آخر إحصاءات قريتها أنه 68% من السيدات الكويتيات الفتيات الكويتيات حاصلات على دبلوم جامعي. صحيح. شهادة جامعية، فهي رائدة. فخبر سعيد أنه ملف السجون. نعم. في الكويت يفتح هذا الملف ويصدر الأمير قصة البدون وأوراق اللي ما معه أوراق وعفو باسبورات كويتية. عفو عفو والعفو. سوريا، سوريا والرئيس بشار الأسد. نعم. رح نحكي عن سوريا بالمجمل. ستشهد سوريا بحضور الرئيس الأسد اجتماع عربي طارئ على أراضيها يشبه اجتماع القمة ويجمع أغلب الزعامات والقيادات العربية والخليجية، ولا أستبعد حضور رؤساء وأمراء وملوك من دول عربية وإسلامية إلى هذا الاجتماع الذي سينتهي بصدور قرار بارز يفتح أبواب السلام من سوريا إلى فلسطين ومن السودان إلى اليمن، ووفود أوروبية وأمريكية لأول مرة منذ اندلاع الحرب 2011 سنراها بسوريا 2024 لزيارة الرئيس بشار الأسد. ما بستبعد الرئيس الفرنسي ماكرون يزور سوريا. الرئيس الفرنسي. نعم. إيمانويل ماكرون في سوريا. نعم. في زيارة إلى سوريا. السودان والحرب في السودان، هون كمان لازم نعبر عن تعاطفنا لما يحصل في السودان من كوارث إنسانية. نعم. ونرفع الصلوات لهم أيضا حتى يحل السلام في السودان. تفضلي. نعم. ليلى. السودان قائد قوات الدعم السريع الفريق أول حميدتي سيكون أمام مخاطر الانهيار العسكري ومواجهة خطر الانهيار الصحي، وبين هذين الأمرين أرى يد الغدر تحوم حول حميدتي في الفترات القادمة بسبب بعض الأحداث المتسارعة نشان في السودان. في الأشهر الأولى من 2024 سنرى الهدوء المفاجئ يسيطر على أرض المعارك في السودان، مما سيؤدي إلى إنهاء هذا الصراع والقتال حتى تختفي مشاهد الدمار والتهجير أمام مرحلة السلام الجدي الذي يرفرف في أجواء السودان. وبين الجهود السعودية أولاً ومساندة أمريكا ومصر لإتمام هذا السلام في السودان، فالسعودية ستعلن القرار الذي ينتظره شعب السودان
ومصر ستشكل مع الإمارات وقطر مفاجأة السلام في السودان، بس للأسف بعد معارك عنيفة. كما ذكرت أنه في حروب تحصل اليوم في المنطقة ستمتد، حتى نشوف استقالات نشان كبيرة بتكون لعمدة وضباط قلب من الفريقين، دعم السريع وفريق البرهان. نعم.